هاي. تتسابق مدن العالم لإضافة المساحات الخضراء داخل حدودها والحفاظ على المساحات الخضراء الطبيعية كمتنفس لمواطنيها. استنتج بحث نشرته مجلة The Lancet Planetary Health إنه المساحات الخضراء بتعمل فرق كبير على مستوى الصحة العقلية والبدنية، خصوصاً عند الأشخاص اللي بيعيشوا بالمدن، وأكد إنه سهولة الوصول للطبيعة ممكن تمنع الوفيات المبكرة. بتقدر الدراسة إنه ممكن تجنب 403 وفيات مبكرة كل سنة من خلال ضمان مظلة شجرية نسبتها 30% بكل حي، ورح يتم إنقاذ أكثر من نص هالأرواح بأماكن وضعها الاجتماعي والاقتصادي أقل. ممكن الحصول على انخفاض بنسبة 4% بمعدل الوفيات المبكرة لما تكون النباتات على بعد 500 متر من مكان الإقامة. مين قال إنه تقدير إنقاذ هالأرواح عدا عن البعد الإنساني له مردود اقتصادي بيترجم بتوفير مليارات الدولارات بالدول المتقدمة؟ أنا قال بشوفكم بكرة.